يعني موضوعة الضمان الصحي، احنا دائما نقول هو مو مشروع تأمين صحي، بل هو إصلاح للمنظومة الصحية بالبلد. تعرف اليوم المنظومة الصحية، يمكن تقرير ودكتور ماجد أوجز المشاكل اللي يعاني منها القطاع الصحي، ويمكن ختمها دكتور جاسم وضح كل المشاكل اليوم اللي يعاني منها المنظومة الصحية بالبلد. وهذه عانى معانا الأسباب كثيرة، منها التمويل اللي طرحها التقرير، منها قلة الموارد البشرية اللي هسه نتكلم عنها، قلة البنى التحتية، قلة تخصيصات الموازنة، كثير من المشاكل. زين، مشت المنظمات الدولية، منها منظمة الصحة العالمية، منها المنظمات الاستشارية الدولية، قالوا أنه أي نظام صحي في أي بلد، أكو أعمدة أساسية للنظام الصحي، أكو يقسموها 6 أعمدة، أو يقسموها 8 أعمدة، اللي هي هاي اللي هسه حكيناها: عمود التمويل، عمود الانفراستراكشر، المؤسسات الصحية، عمود البنى التحتية، عمود العاملين وغيرها. قالوا بيش نبدي حتى نصلح؟ وهذا طبعا يعني حقيقة شيء مهم، انه اليوم احنا نزيد الموارد البشرية اول، يلا نبدي بالضمان، يلا تتحسن، لو نزيد التمويل. تدري اليوم ما ممكن انه كلهن نقدر فشنو اولوياتكم اللي حددتوها؟ فاولويات الحكومة، مشروع الضمان الصحي مشروع ليس لوزارة الصحة فقط، بل هو مشروع حكومي. فطالما انه دخل ضمن اولويات الحكومة، بالتالي صار اكو توجه اولا موضوعة التمويل، سواء كان لوزارة الصحة او للضمان الصحي. يجب ان تتغير المعادله، مثل ما تفضل الدكتور معانا السيد النائب، قال انه موضوع الموازنه ما يزيد، بالزايد ما يزيد، يعني باقصى حالاته ما وصل ل 6%، قياسا بالدول مستحيل، يعني اكو احد يمكن بالدول المحيطه مثلنا. فبالتالي انه هذه النسبه ستزداد وفقا لانه دخل ضمن الاولويات الحكوميه. هذا الامر المهم. الامر الاخر، بدا او صار التوجه باتجاه الضمان الصحي. ليش؟ الضمان الصحي راح يشتغل على هاي الفاكتورات او هاي العوامل اللي احنا حكينا عليها. اولا راح يعزز وينظم عمليه التمويل الصحي، راح ينظم هاي العلاقه مثل ما تفضل دكتور جاسم بين القطاع العام وبين القطاع الخاص.